في إنجيل هذا الصباح المبارك في آية صغيرة عايز بس أركز عليها 5 دقايق لا أكثر ولا أقل. أليست 5 عصافير تباع بفلسين والواحد ليس منسيا؟ هذا الإنجيل في معلمنا لوقا، لكن في إنجيل متى قال إيه؟ أليس عصفوران يباعان بفلس؟ من المقارنة بين دي ودي نعرف إن البياعين لما واحد يروح يشتري عصافير العصفورين بفلس يبقى الأربعة بفلسين، بس عشان تشتري بالفلسين هيدي لك واحد على البيعة كدو يعني كده على البيعة. ليه المسيح يسوع قال أليس 5 عصافير؟ لو تصفحنا الكتاب المقدس من ألف ولياهو نلاقي العصافير اتذكرت 5 عصافير في الكتاب المقدس. أمسك الأول العصفوران والفلس موجودين في سفر إيه؟ اللويين. في سفر اللويين يقول لك إذا أصيب أحد ببرص، والبرص ده رمز ليه؟ للنجاسة. وإذا أصيب أحد ببرص يجري ويطلع بره ويقول نجس 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 نجس، لأن بيشوه زي ما الخطية بتشوه الإنسان، البرص بيشوه إيه؟ جسم الإنسان. يروح بره عاملين كم خيمة سودة، الخيام دي اسمها خيام إيه؟ قدار. قدار ده ابن إسماعيل. قدار ده ابن إسماعيل. وليه سموه خيام قدار؟ لانه اول واحد يعمل خيمه من شعر المنسر الاسود. الخيام دايما كلها لونها ايه؟ ابيض. فهو عشان عملها فنسبت ايه؟ اليه، لكن مش هو قدار اللي عملها، لكن تنسب اي خيمه سودة يسموها خيام قدار. وانتوا عارفين ان الاسود يمتص الحراره، عشان كده ملهاش شبابيك، يقعد في الخيمة فتبقى الخيمة من جوه عبارة عن ايه؟ جهنم. بيقولوا ان الحرارة والكتمة بتخلي البرص يبقى زي العجين يتكرر كرر من على الجسم، وبتساعد على شفاء المريض. لدرجة ان داود النبي قال ويل لي فان غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن قدار. يعني ايه؟ يعني الجسد اللي انا عايش فيه ده عامل زي مساكن قدار اسمه جسد الخطيه، اليوم كله يئن ويتالم ويبكي لان مولود المراه قليل الايام شبعان دعم. بعد ما يخف من البرص يروح يعمل عمليه التطهير. ايه عمليه التطهير؟ قال لك يجيب صح، يعني طبق نظيف الكامل، ويجيب ميه ويجيب ورقة من شجر الأرز وورقة فرع من شجر إيه؟ الزوفة، ويربطهم بخيط قرمزي، ويجيب مية يحطهم في الطبق، ويجيب عصفورين، دول أول 2 في الخمس عصافير. يجيب عصفورين، يمسك العصفور الأولاني يذبحه وينزل دمه عن مية ويرميه على المسبح المحرقة يتحرق، ويمسك العصفور الثاني يخضبه بالمية والدم ويطيره، وبعدين يمسك ورق الزوفة والقرمز المربوطين ويمشي بالمية بالدم على جسم اللي كان أبرص ويقول له أنت قد طهرت. إيه معنى الكلام ده؟ أولاً شجرة الأرز شجرة طويلة توصل لـ30 متر، وشجرة الزوفة شجرة صغيرة طولها 3 سنتي، ما تزيدش عن 3 سنتي، أصغر شجرة في الكون هي شجرة الزوفة. ولما يجيب ورقة من أقوى الشجرة ومن أصغر شجرة عشان عايز يقول إن دم يسوع المسيح بيطهر من إيه؟ من كل خطية، من أكبر خطية لأصغر خطية. الخيط القرمزي ده رمز للموت، موت المسيح. المية والدم، انتوا عارفين المسيح لما اطعن في جنبه خرج من جنبه
ماء ودم. واخد بالك؟ ولا دم ومية؟ الكتاب قال ايه؟ دم ومية. تقول تفرق ايه تفرق؟ دم يعني موت ومية يعني حياة. فدم يعني مات عشان يدينا حياة. آدم ادانا حياة وبعديها موت. لكن المسيح ادانا موت مدفونين معه في المعمودية وبعد ذلك صار لنا يا أحبائي حياة. وبعد كده ايه حكاية العصفورين؟ أصل العصفور ده رمز للمسيح اللي هيموت ويقوم. بس طبعا الكاهن ما يقدرش بعد ما يذبح العصفور يقوم. فبيذبح العصفور الاولاني ويصفي دمه عشان يحطه على مذبح المحرقه كان المسيح قدم ذبيحه محرقه. ويمسك العصفور الثاني ده رمز لمين؟ لقيامه المسيح اللي هو قال شوفوا مكان الجروح بتاعتي، ويخبطه في الدم والماء ويطيره. لانه اذا كان مات لاجل خطايانا فهو اقيم لاجل ايه؟ لاجل تبريرنا. ومن هنا يتطهر. فاول عصفورين اللي ذكروا في انجيل متى ده رمز للتطهير بتاع اليهود. فاضل كم عصفور؟ ثلاثه. العصفور الاولاني موجود في احد المزامير داوود النبي بيقول ايه؟ صرت كعصفور منفرد على الصبح ومثل حوق البرية ومثل بومة الخرف. ايه معنى الكلام ده؟ ده بيتكلم بقى المسيح عند الصليب. المسيح عند الصليب. عصفور على السطح. ليه عصفور؟ اصل العصفور ده اضعف صيد. ولذلك مين اللي بيصيد العصافير؟ العيال الصغيرة. مفيش راجل كبير بشنب يروح يصيد ايه؟ عصافير. الاطفال واحنا صغيرين اطفال كنا نروح الغيط وناخد الفخ ونبتدي نصيد ايه؟ نصيد عصافير. وبعدين كانوا يعلمونا الآتي، الفخ ده عبارة عن سلوك كده ببعضيها نحط فيها الأمحية ويقول لنا كنت اخد من ورا امي بتاعت الشاي دي المصفى بتاعت الشاي بس لو شافتني كانت تعمل لي مصيبه. كنت اخدها عشان اغربل التراب عشان يبقى لازم يتغطى بتراب ايه؟ ناعم. اصل العصفوره لو شافت حته من السلك ما تقربش فيتغطى بتراب ناعم. طب ونفترض اتغطى بتراب في زلطه ولا حصوه؟ ما ينفعش، لان لما العصفور يقفل على الحصوه يبقى في حته ايه؟ مفتوحه. والعصفورة رجلها ايه؟ رجلها رفيعة تسدد تتفلت. واخدت بالكم؟ عشان كده يقول ايه داود النبي في نفس المزمور، الفخ لما دخل الحجر مش الفخ ما قفلش، لا ده الفخ نفسه ايه؟ انكسر ونحن انفلتنا طلعنا خلاص. الفخ بتاع الموت انكسر واحنا خدنا الانفلات. فلما يجي يقول لك هنا عصفور يعني معناها في وسط الرومان الجبابرة عامل زي العصفور في وسطي وتلطيش وضربه وبهدلة وإهانة وهو لم يفتح إيه باب، يعني قليل الحيلة. بس قال كلمتين تانيين، قوق في البرية. إيه هو القوق؟ القوق اللي هو طائر النورس، تسمعوا عنه؟ طائر النورس ده طائر إيه؟ بحري. فتصور لما تجيب الطائر البحري وتحطه في البر يبقى مخنوق. لما تجيب الانسان السماوي وتحطه في الارض يبقى مخنوق. فكلمه كوك في البريه يعني معناها ان المسيح ما كانوش لا تلاميذه فاهمينه بيتكلم عن حبايبه، ولا هم قادرين يتواصلوا معاه ولا يعرفوه، لدرجه انهم الى متى احتملكم؟ احتملكم لامتى؟ يبقى ده قوق في البريه، ده بالنسبه لحبايبه. طب وبالنسبه لاعدائه؟ مثل بومه الخرف. البومه بعد عندكم وعندنا في الصعيد لما تقف على نخله ولا على بيت يهشوها يقول لك دي وشها شؤم والبيت ده بيحصل فيه خراب. اليهود قالوا على الراجل ده، الراجل ده جاي عشان يخربها، لازم يموت ولا تهلك الامه كلها. العصفور رقم كام؟ ثلاثه. العصفور رقم اربعه موجود في احد المزامير يقول لك ايه؟ العصفور وجد عشا وليمام مكانها
لتضع أفراخها. إيه قصة العش واليمامة؟ أنت عارفين العصافير واليمام لما يعملوا العش يعملوه فين؟ فوق الشجر، يعملوه فوق الشجر. لا، ده الكاهن رئيس الكهنة بيدخل قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، واخدين بالكم؟ فرؤساء الكهنة لما كانوا يدخلوا عشان يبخروا ويبقوا خايفين وما يرعبون، لقوا في الأرض في قدس الأقداس العصافير عاملة عشوش واليمام عاملة عشوش في الأرض. معقولة عصفور يعمل العش بتاعه في الأرض واليمامة تعمل العش بتاعها في الأرض؟ يعني إيه؟ أصل مين عدو العصافير واليمام؟ ثلاثة: التعبان والإنسان والفئران، هما دول اللي منقصين حياة العصافير. التعبان ما يقدرش يدخل لأن في مسبح اسمه مسبح البخور، والبخور يطفش التعذيب. طب والفئران؟ اللحمة المشوية تطفش الفئران. عندنا لما نلاقي فار في حتة بيستخبي جوه حتة لحمة ويحرقوها، بمجرد ما الفار يشم ريحة اللحمة المحروقة يغرق يمشي. يبقى مسبح المحرقة طفش ايه؟ الفئران، ومسبح البخور طفش التعبان. والإنسان يقرب إنسان اللي يقدر يدخل قدس الأقداس عشان ياخد ولاد العصافير؟ استحالة. فالقداسة منعت الإنسان وحمد العصفور، ومسبح البخور اللي هو رمز الصلاة حمد العصفور من التعبان والشيطان، والفئران اللي هي الفساد منعوا مسبح المحرقة. يعني ايه؟ فدول بيقول داود: العصفور وجد عشا في بيتك في قدس الأقداس، واليمامة مكانها يعني العصافير واليمام عرفوا يحطوا أولادهم في الحتة الأمينة، واحنا مش عارفين نحط أولادنا في المكان الأمين، بنرميهم يمين وشمال ويشوفوا الناس ويتعاشروا بالمعاشرات الوحشة ويطلعوا وحشين، واحنا في الآخر اللي نجني يا أحبائي. عشان كده لما قال العصفور وجد عشا واليمامة مكانها لتضع ايه؟ أفراخها، رد كمل وقال ايه؟ طوبى للسكان في بيتك. يعني يا بخت اللي بيعيش في بيت ربنا على طول، وتبقى حياته مأمنة في بيت ربنا، ببيتك تليق القداسة، ونعيش في هذه القداسة المستمرة. أما العصفور رقم خمسة اللي هو في الإنجيل اللي مكتوب عنه: والواحد ليس منسيا. يعني الواحد ايه؟ يعني ابو بلاش مش منسي. فاذا كان العصفور ابو بلاش مش منسي، انت يا اللي اتدفع فيك اغلى ثمن، لا فضه ولا ذهب ولا احجار كريمه، بل بدم سمين اشتراه، سفك دمه عشان يشتريه، استغلاك واسترخص نفسه عشان كده خلق خلاص. فإذا كان ليس إيه؟ ليس منسيا. لكن بالاختصار الخمسة عصافير بكام؟ بفلسين. طب والفلسين دول رمز إيه؟ رمز العظمة. فاكرين المرأة التي ألقت إيه؟ فلسين. قال الست دي ألقت أكتر من إيه؟ من كل اليهود اللي يدفعوا آلاف، فالآلاف جنب خلاص المسيح لا تصح له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الآن. نيتك تقوم اسميني.